السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء التاسع من لقاءات هذا الفصل الدراسي الثاني من عام 1440. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا مركز حول الخدمات وقطاع الخدمات. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي وقلنا سياسات وقرارات المنتجعات أن المنتجات تنقسم إلى قسمين رئيسية. القسم الأول هو السلع، تكلمنا عن السلع وكيف تصنيف السلع، تصنيف السلع، مستويات السلع إلى آخره. تكلمنا عن دورة حياة المنتج، تكلمنا عن السلع الصناعية والسلع الاستهلاكية، تكلمنا عن التغليف والعلامة التجارية إلى آخره من الأمور اللي تخص السلع. اليوم نركز على الخدمات أكثر. لو سألتكم سؤال، وش الأهم فرق أو أبرز فرق بين السلعة والخدمة؟ وش أبرز فرق بين السلعة والخدمة؟ جميل جميل، الأغلب جواب إجابة صحيحة. من السلع ملموسة والخدمات غير ملموسة، هذا أبرز فرق، أبرز فرق بينها. ولو إن في بعض المنتجات ممكن تكون مدعومة بخدمة، أو بعض السلع تكون مدعومة بخدمة، أو بعض الخدمات مدعومة بسلع، وراح نفصل فيها أكثر. لكن أبرز فرق بينها من السلع ملموسة والخدمات غير ملموسة. لذلك إذا كانت هذه ملموسة وهذه غير ملموسة، معناها طبيعتها مختلفة تماماً، الكونسيبت حقها مختلف، طريقة تسويقها مختلفة، طريقة ترويجها، تسعيرها إلى آخره من الأشياء اللي راح تأثر علينا بسبب اختلاف طبيعة هذا المنتج سواء كان خدمة أو سلعة. تعريف الخدمة عرف كتلر أنه أي عمل أو أداء غير ملموس، وهذا هو الجوهر في الموضوع، وهذا الفرق الرئيسي، أنه غير ملموس يقدمه طرف إلى طرف آخر، يقدمه مثلاً. شو الأمثلة على الخدمة؟ شو الأمثلة على الخدمة؟ تعليم، جميل، خدمات صحية، صحيح، خدمات البنوك، اتصالات، رائع جدا. في التعريف شو يقول؟ يقول دون أن ينتج عن ذلك ملكية شيء ما. إيش معناها؟ معناها الاتصالات إذا قلت لك إنترنت أو باقة إنترنت، ما يقول لك إنك تملك هذا الإنترنت أو إنك تملك البرج. لو أنت حجزت موعد إنك تسوي مثلاً أشعة في أحد أجهزة أحد المستشفيات، أنت تسوي الأشعة وتطلع، ما يحق لك ملكية هذا الشيء، ولا تتملك الطبيب، ولا تتملك المعلم، ولا تتملك المدرسة، أنت تحصل على هذه الخدمة فقط. في المقابل السلعة، أنت لو اشتريت سلعة من أي شخص في العالم، لا يحق لهذا الشخص أن يستردها منك حتى لو كان صاحب الشركة نفسه أو صاحب أو مالك المنتج هذا، لأن بمجرد بيعه انتقلت ملكيته منه لك، وأصبحت أنت عندك كامل الحرية في التصرف به مثل ما تريد. هذا هو أبرز فرق. فتقديم الخدمة قد يكون أو لا يكون منتج مادي، والآن بعد شوي
نوضح هذه أكثر تبان معنا أكثر. الجمعية الأمريكية للتشريع قررت تعريف آخر لكن يهمنا تعريف كوتلر أكثر. إن شاء الله في المنافع التي تعرض للبيع أو لارتباطها بالسلام المغير. طيب الآن ممكن يجي واحد يقول والله في مشكلة إن في بعض الخدمات تكون معها سلع، بعض السلع يكون معها خدمات بعضها ولا لا؟ يعني مثلا خلني أقول لكم، إذا جيت اشتريت على سبيل المثال جيت تشتري سيارة، هل أنت تبغى تحصل على السلعة وينتهي الموضوع ولا تبغى خدمة إضافية بعد شرائك السلعة؟ أكيد بالعكس هذا عامل أساسي قد يغير من وجهة نظرك أو يغير من قرارك الشرائي، صح ولا لا؟ لكن ممكن أن تروح تشتري سكر مثلاً أو رز من البقالة أو السوبر ماركت اللي جنب بيتكم، ما تحتاج خدمات إضافية، صحيح؟ فعشان كذا هم قالوا وش الفرق؟ وش الشيء اللي يحتاج وشلون نميز بين الخدمات والسلع؟ فيها تداخل، فقسموها إلى عدة أقسام. أول قسم اللي هو السلع المادية، السلع المادية كاملة بحتة، الأشياء اللي تشتريها من السوبر ماركت عادة، الأشياء المتكرر شرائها ما يحتاج يحطون فيها خدمة، السلعة نفسها تكفي. النوع الثاني السلع المادية الملموسة، سلعة ملموسة لكنها مدعومة بخدمة، مثل السيارات، صيانة السيارات، الضمان على السيارات، تمام؟ هذه خدمة مدعومة أو سلعة مدعومة بخدمة وأيضا تكون عامل أساسي بقرار شرائك. النوع الثالث واللي يسمى أو يصنف على أنه نسبة متساوية من الملموس وغير الملموس، وأبرز وأكبر مثال عليها المطعم. المطعم أنت ممكن تروح للمطعم هذا يكون أكله لذيذ ويعجبك ويناسبك وسعره مناسب، لكن بسبب سوء الخدمة احتمال كبير جدا انك ما عاد ترجع للمطعم. في نفس الوقت انت ممكن انك تروح مطعم ثاني وفنادق نفس الشيء، فنادق مثال جدا ممتاز، ممكن تروح مطعم ثاني او فندق ممكن يكون اكل عادي او الفندق يكون عادي الاساس عادي جدا، لكن لان الخدمة اللي فيه راقية، خدمة مميزة، يحترمونك يقدرونك يعطونك اللي تبي، فأنت احتمال أنك ترجع لهم حتى لو كان أكلهم جودة من بك الدرجة، وحتى الفندق هذا خلنا نقول غرفة من بك الفخامة، لكن لأن خدمة ممتازة، النظافة مثلا الهاوس كيبينج هذه أو خدمات الغرف، التشيك إن والتشيك آوت كلها كانوا، المواقف مثلا كلها كانوا متعاونين فيها بشكل كبير، احتمال كبير جدا أنك ترجع لهذا المكان. النوع الرابع خدمات غير الملموسة، الخدمات غير الملموسة اللي تكون مدعومة بسلعة، مثلا الطيران هدفك الأساسي من شرائك تذكرة ناس ولا السعودية ولا أي شركة من الشركات العالم، وش هدفك الأساسي؟ هدفك الأساسي أنك تطير، أنك تنتقل من مكان إلى آخر، أنك تسافر، صح ولا لا؟ عشان كذا أنت لو ما كان عندك خيارات أنت مضطر أنك تأخذ أي نوع من أنواع الطيران فقط من أجل أنك تسافر، صح ولا لا؟ حتى لو كنت مين يعني، ما السفر أولى شيء من غيره، لكن لو كان السعر متساوي مثلا خلينا نقول خطوط سعودية وطيران أديل مثلا طيران ناس، السعر متساوي ومتاحة التذكرة وكل شيء، مش تشتري أي تذكرة خطوط سعودية مثلا من الناس، كيف تأخذ السعودية ولا ليش تأخذ السعودية؟ خدمة أفضل، مكان مريح أكثر، مقعد مريح، صح ولا لا؟ ممكن يقدمون أكل، صح ولا لا؟ بالضبط، كل هذه أشياء تدعم خدمة الطيران، وهذه أشياء ملموسة، خدمة ملموسة، الأكل، صح ولا لا؟ فهذه تساعد
وتساند خدمه الطيران. النوع الخامس خدمات غير الملموسة البحتة، ما يوجد فيها أي شيء ملموس. طيب النفسي، تجلس معه ويجلس يكلمك صح؟ الاستشارات المالية، الاستشارات القانونية، وغالبا غالبا الخدمات الصحية وخدمات الاستشارات، خدمات التعليمية، هذه خدمات بحتة، خدمات بحتة غير مدعومة بالسلام في الغالب. هذه تصنيفها واضح وهي غير ملموسة، وفي الغالب مثل هالنوع من الخدمات غالبا تكون أسعارها مرتفعة صح؟ غالبا أسعارها مرتفعة. طبعا هذا تصنيف عشان يساعدك على فهم موقع هذا المنتج من كونه سلعة وخدمة. في بعض الأشياء تقول والله ما أدري هذه سلعة ولا خدمة، هذا التصنيف يوضح لك بشكل أكبر. تصنيف الخدمات، عندنا أكثر من تصنيف. أول تصنيف تقسيم الخدمات حسب المستهلك، التصنيف الثاني حسب الاعتمادية في تقديم الخدمة، والتصنيف الثالث حسب ضرورة حضور المستفيد. أول شيء حسب المستهلك أو السوق. الصوت إشكال؟ الصوت واضح؟ تمام، يمكن في مشكلة عند ال طيب ممتاز. تقسيم الخدمات حسب المستهلك أو السوق في نوعين، في خدمات استهلاكية وخدمات أعمال. من يعطيني مثال على الخدمات الاستهلاكية، الفرق بين الخدمات الاستهلاكية وخدمات الأعمال؟ شو الفرق؟ طيب خلنا أعطيكم مثال الآن. الآن شركة الاتصالات السعودية، هل عندها خدمات استهلاكية وخدمات أعمال؟ كيف تكون خدمات استهلاكية؟ وش الخدمات الاستهلاكية مثل مين والأعمال مثل مين؟ اتصالات سعودية شيء للأفراد، باقات انترنت للأفراد لي ولك اللي نشترك فيها شهريا، وفي عندهم بزنس خاص للشركات. يعني ممكن الجامعة مثلا في مركب انترنت، الجامعة هذه باعتها والباقات اللي قدمتها والتركيب وكل شيء مثلا STC، هذا له تكلفة مختلفة وله سوق مختلف. تكلمنا عن القطاع الصناعي أكثر في محاضرات سابقة، فهذه تصنيفها من ناحية المستهلك. التصنيف الثاني تقسيم الخدمات حسب الاعتمادية في تقديم الخدمة. شو حسب الاعتمادية في تقديم الخدمة؟ أول نوع تعتمد تقديمه على الإنسان بدرجة كبيرة. الأطباء لازم يكون في طبيب هو اللي يعالجك، المحامي لابد أن المحامي هذا هو اللي يرافع عنك. الخدمات الإدارية صح ولا لا؟ المهندسين تعتمد على الإنسان بدرجة كبيرة. خدمات تعتمد على المكائن المعدات، مو ضروري دخول الإنسان فيها. الصراف الآلي مثلا، هذه خدمة تقدمها البنوك لك عشان تقدر تصرف من أي مكان بسهولة، ما يحتاج يكون في شخص هو اللي يصرف لك. في السابق كانوا أشخاص، الآن صارت مكائن آلية تساعدك على الصرف من أماكن مختلفة وأوقات مختلفة بكل سهولة وأريحية. النوع الثالث حسب ضرورة حضور المستفيد. في خدمات تتطلب حضور المستفيد وفي خدمات ما تتطلب. اللي تتطلب حضور المستفيد مثلا عملية جراحية،
لا يمكن انك تقول والله بسوي عملية جراحية تروح ترسل شخص بديل عنك، صح؟ او مثلا اذا جيت من ناحية خدمات المعطل وحضور المستفيد، تنظيف البيوت مثلا، الكهرباء، كل اشياء مو ضروري ان تكون متواجد، ممكن احد ينوب عنك ويؤدي هذه المهمة عنك. خصائص الخدمات، وش خصائص الخدمات؟ قلنا لا ملموسية، صح؟ تكلمنا عنها كثير من بداية المحاضرة أنها غير ملموسة، هذه واحدة من الخصائص. الخاصية الثانية التلازمية، شو معنى التلازمية؟ شو عندكم هنا؟ شو معنى؟ شو معنى الترابط؟ اللي قريته الترابط، شو معنى؟ طيب ترابط الخدمة، هذه المكتوب عندنا، بس شو معنى؟ ممتاز. مثل إجراء العملية لابد يكون في حضور المستفيد. بالضبط بالضبط، يعني أنا ما أقدر أسوي عملية إلا إذا كنت أنا موجود، ما أقدر أخلي أحد ينوب عني. طب عدم التماثل، إيش معنى عدم التماثل؟ عدم التجانس، شلون اختلاف الخدمات؟ كيف غير متشابه؟ لا مثلا، لا عدم التماثل، تخيل اني انا طبيب بقدم خدمه معينه، مثلا خلني اقول اسوي مثلا عمليه ربط معده، هل كل عمليه بسويها اضمن نفس النتيجه؟ في الغالب لا، صح؟ طيب قارنها بالسلع، هل اذا جيت شريت اليوم مويه البقالة أو بيبسي، هل تتوقع إذا شريت بكرة بيبسي يطلع نفس اللي شريته أمس؟ بنسبة 99.9999% إنه بيكون نفسه، صح؟ لكن في الخدمات لا. جيت عشان كذا إذا أعطاك الطبيب وصفة مو تروح تعطيها ناس ثانيين، لأن احتمال كبير إنها ما تنجح عليهم، صح؟ لو رحت خدت استشارة قانونية ولا استشارة مالية، ما تروح تقول والله يا جماعة الخير خلاص ما يحتاج تروحون محامي ولا يحتاج تروحون مستشارين، أنا عندي لكم الحل، جبت لكم استشارة ويلا اللي بيها ياخذها مني. غير صحيح، غير صحيح. هي تختلف من شخص إلى شخص، من جهة إلى أخرى، حسب الظروف المحيطة. أخيرا الثنائية أو الزوالية، ما معنى ثنائية الخدمة أو زوالية الخدمة؟ تزول، لكن شو معنى؟ أدري لا تحترم فيه. حلو، مثل إيش؟ ما تخزن، جميل. طيب أبغى مثال، ممتاز، جميل. انت موعد المستشفى، انت الضمان، جميل. الضمان انت بوقت موعد المستشفى، اذا حضرت اليوم، اذا ما حضرت ينتهي، صح؟ الطائرة، اذا المقاعد المتاحة فيها 300 مقعد، تخيل انك بعت كشركة 100 مقعد، هل تقدر تقول والله بخزن الميتين الباقي وببيعها بكرة؟ طبعا مستحيل. هل إذا أنت طبيب وعندك مثلا جدولك يستوعب 5 مرضى يوميا، كافي يوم 4 تقول والله الخامس هذا بخليه بكرة وبخلي عندي بكرة 6 مواعيد، طاقتك الاستيعابية 5 ما تقدر تستوعب أكثر، فهي تفنى، ما تقدر تخزنها. في المقابل إذا أنت صاحب محل عطر ما قدرت تبيع اليوم، تقدر تخلي عندك تبيعه بكره، ما بعته بكره تقدر تخليه اللي بعده، لين يجي نهايه الموسم ممكن تسوي عليه تخفيض ثم تخليه يمشي. لكن مثل الخدمات هذه اذا ما تمت في وقتها ولا تزول، تفنى.
هذا شرح لها بشكل أكبر وأوضح. أخيرا أهمية الخدمة، إيش الخدمة مهمة؟ إيش الخدمة مهمة؟ طيب ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات، هذا اللي تشوفونه قدامكم، لكن كم تتوقعون نسبة العاملين في قطاع الخدمات مقارنة بإجمالي العاملين؟ كم؟ تقريبا ثلثين. تقريبا ثلثين زين الموظفين يعملون في قطاع الخدمات في العالم كله، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاتصالات، قطاع النقل، قطاع الطيران، قطاع إلى آخره. تمام، تقريبا 2000 العاملين يعملون في القطاع في قطاع الخدمات. طيب النقطة الثانية ايش يقول؟ ارتفاع نسبة الخدمات في الناتج القومي الإجمالي. ايش الناتج القومي الإجمالي؟ الناتج أو الناتج المحلي الإجمالي معروف عندكم صح؟ درستوا في الاقتصاد. جميل. طيب في دول كثير، خلينا نقول مثلا ناخذ على سبيل المثال أمريكا، كم تتوقعون نسبة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا مثلا؟ كم النسبة؟ تصل إلى 77%. تخيل 77% قطاع خدمات، 19% تقريبا قطاع الصناعة. لأن أمريكا بلد مصنع عالمي كبير جدا قطاع الصناعة، ومع ذلك 77% قطاع خدمات. خدمات إدارية، خدمات محاسبية، خدمات تسويقية، خدمات قانونية، خدمات استشارية، خدمات، شوف شركات الاستشارات مثلا كثرتها، شوف خدمات صحية مثلا في أمريكا، شوف خدمات تعليمية، شوف يعني السياحة إلى آخره، كل هذه قطاع خدمات. بريطانيا مثلا 70%، اليابان 65%، روسيا حوالي 60%، كل هذه الدول تعتمد بشكل كبير جدا على قطاع الخدمات. قطاع الخدمات جدا مرتفع في العالم كله، مرتفع بالنسبه للدخل. لو شفنا مثلا في السعوديه، مش اكبر شركات عندنا في السعوديه؟ باستثناء ارامكو اكبر شركات عندنا. سابك، طيب متفقنا سابك، بعد سابك ايش في شركه تجي بعد سابك؟ الاتصالات السعودية. صحيح، الاتصالات السعودية هي ثاني أكثر شركة أو ثاني أكبر شركة في السعودية، وهي طبعا قطاع خدمات. قطاع خدمات النقطة الثالثة وهي مهمة، ارتفاع أعداد السلع اللي تحتاج الخدمات. الآن السلع صار بدون مبالغة، أغلب السلع اللي تشتريها لابد يكون معها خدمة، إما خدمة توصيل، إما خدمة ترجيم، إما خدمة مثلا استبدال، إما تخزين، إما أي منتج الآن في الغالب وأي سلعة في الغالب تحتاج معها إلى خدمة. مثلا حتى قطاع المطاعم اللي أول الناس كان مثلا مطاعم وجبات سريعة اللي كان يروح المطعم يأخذ وجبته ويرجع ما يحصل على أي خدمة فيها. زين، الآن إيش صار؟ ارتبطت فيها خدمة التوصيل. الآن تتنافس شركات التوصيل على التوصيل لبيوت الناس، فصار خلق يعني بزنس كبير جدا وضخم جدا ومصدر رزق لشركات والأفراد بشكل كبير جدا. شو مثلا أوبر كريم، شيء يعني انتشار كبير جدا ومتوقع له يعني المستقبل القريب ممكن انتشار أكبر.
ارتفع مستوى دخول كثير من الناس في العالم. الآن العالم يعيش فترة أفضل من فترات السابقة، الجوع أقل، المجاعات أقل، الناتج المحلي في العالم كله أكثر، معدل دخل الأفراد أعلى، كل هذه الأشياء تساعد على أن قطاع الخدمات ينهض أكثر، لأن قطاع الخدمات يعتبر شيء يعني جزء منه وليس الكامل. في خدمات تصنف علينا ضرورية وخدمات كمالية، الخدمات الكمالية أيضا دخلت بشكل كبير جدا في السوق وصارت تشكل جزء كبير، مثلا صناعة الألعاب الإلكترونية، صناعة الأفلام، السياحة، كل أشياء كمالية لكنها تشكل جزء كبير جدا، وبسبب ارتفاع مستوى الدخل عند الناس صار لهذه الأشياء رواج بشكل كبير جدا. أخيرا التغييرات التكنولوجية، كلمة طور التكنولوجيا ساعدت في تقديم خدمة أفضل للناس، كلمة تطورت مثلا التطبيقات اللي انتشرت، تطبيقات التوصيل بسبب تقدم التكنولوجي مثلا، أو مثلا شركات مثلا النقل التلفزيوني وغيرها، بسبب التقنية أصبحت شاهد اللي يقام في بلد بعيد عنك آلاف الأميال والكيلومترات، وصار سهل جدا بالنسبة لك أن تشوفه في بيتك بس بمجرد التقنية، مجرد وجود تقنية. فقطاع الخدمات تطور بشكل كبير وأصبح الآن أكبر مما كان عليه في السابق، ولا زال في توسع ولا زال في فرص كبيرة جدا. سؤال قبل ما نأخذ الكويز، هل الخدمات في الغالب أسعارها أعلى ولا السلع؟ مثل لو رحنا للمطعم مثلا، مش أغلى المطعم اللي أكله لذيذ ولا المطعم اللي خدمته راقية مثلا؟ الفنادق مثلا نفس الشيء، الاستشارات نفس الشيء، في الغالب الخدمات تدفع عليها أنت أكثر، الطيران تدفع عليها أكثر، الصحة، التعليم إلا إذا كان مدعوم الحكومة لكنه مكلف إذا ما كان مدعوم، فالخدمات الصحية مكلفة جدا إذا ما كانت الحكومة تدعمها. فيعني تقريبا الخدمات يعتبر يصنف أنها أغلى. طيب بسأل سؤال آخر، الولاء بالنسبة لك أنت، هل يزيد الولاء عندك للسلعة ولا الخدمة أكثر؟ أحيانا ممكن حتى السلعة ما تعجبك كثير لكن الخدمة المصاحبة لها مميزة، أنت يكون عندك ولاء لهذه الجهة أكثر لأنهم خدموك بطريقة مميزة وبطريقة محترمة، فيها احترام للزبون وفيها حرص على رضا الزبون ولا لا؟ هذا واقع ممكن ما نشوفه للأسف في سوقنا المحلي كثير، لكنه فعلا إذا قدمت لك خدمة راقية أن تكون أكثر من سعيد، في حين ممكن بعض السلع ما تحصل فيها بنفس الشعور، يزيد ولا عفوا يزيد ولا أكل الخدمة أكثر. طيب الآن نأخذ كوز إن شاء الله بعد استقبل أسئلتكم. طبعا لأن الولاء عالي عند الناس في الخدمة الجيدة، العكس صحيح، إذا كانت خدمة سيئة الناس يعني يكون لهم ردة فعل معاكسة جدا، ولو أنه ممكن في بعض الأحيان يتقبل سلعة سيئة أو رديئة، لكن خدمة رديئة، تعامل سيء، قلة أدب مثلا أو غيره، أو استهتار أو عدم احترام، الناس جدا جدا ما تتقبل شيء هذا. ونحن خمس دقائق كويز نرجع بعد إن شاء الله بسألتكم.
يعطيك العافية. أنت الكوز الآن معكم الإجابات. السؤال الأول، أي عمل أداء غير ملموس يقدم طرف إلى طرف آخر دون أن ينتج عن ذلك ملكية شيء ما؟ طبعا خدمة، هذا السؤال واضح. السؤال الثاني، من أمثلة على السلعة المادية الكاملة ما فيها خدمة ما فيها شيء؟ الملح. السيارات قلنا هي تصنف إيش السيارات؟ تصنف من إيش السيارات؟ تذكرون سلعة مدعومة خدمة، سلعة مدعومة خدمة. والطيران خدمة مدعومة سلعة. والسيارة طبعا خدمة بحتة. طيب نأتي على السلعة المدعومة بخدمة السيارة، تقسم الخدمات أو خدمات حسب المستهلك إلى خدمات استهلاكية وخدمات أعمال أو مصنفة صناعية. مش عارف كلمة صناعية. من خصائص الخدمات التلازمية، التلازمية أتوقع الجميع جاوب، يعني فيها جاوب الجميع ما ذكر، أنها لا تفنى بالعكس، هي فنائية. الملموسية هي غير ملموسة، فالتلازمية هي الإجابة الصحيحة. أخيرا، من أهمية الخدمات ارتفاع العاملين في القطاع الخاص، ارتفاع العاملين في القطاع الخاص أو نسبة العاملين في القطاع الخاص أو في قطاع الخدمات. هي أبرز يمكن لو كانت عبارة ارتفاع العاملين في قطاع الخدمات أفضل من القطاع الخاص. لو أحد يعدل، لا قطاع الخدمات عدلوا، هذه ارتفاع العاملين في قطاع الخدمات أفضل من كلمة في القطاع الخاص. عدلوا الكلمة هذه من القطاع الخاص إلى قطاع الخدمات. جميل، واضح. لا تكن عافية، بس هذا التعبير بسيط. في أحد عنده سؤال قبل ما نختم اللقاء؟ أي سؤال، أي استفسار؟ باقي عندنا أي سؤال؟ كم باقي نخلص؟ باقي محاضرة بكرة والأسبوع القادم يوم الاثنين، ثم يوم الثلاثاء القادم الأسبوع الجاي راح يكون مراجعة شامل للمنهج كامل، عبارة عن كوز مطول. في سؤال يسأل عن التلازمية، قلنا التلازمية من خصائص الخدمات أنها تلازمية. الراحل هنا هي الترابط الوثيق بين الخدمة ومقدمها وطالبها. معناها لو إني أنا مثلا عندي مثلا بسوي عملية، ففي تلازمية في حضور، يعني لازم حضور، أنا لازم أحضر عشان أحصل على هذه الخدمة الصحية. مثلا يسوون العملية، ما أقدر أرسل واحد يقول تروح سو عني العملية، لكن أقدر أرسل واحد يقول له راح اشتري لي السيارة الفلانية أو راح اشتري لي الشيء الفلاني. لكن العملية لازم أنا أكون حاضر موجود. هذا تلازمية الخدمة مع المستفيد منها، حضوره لازم، معنى حضوره يكون لازم. في أي سؤال؟ شخصها تعدل عليه في الإجابات، بدال قطاع خاص حطوا قطاع خدمات، بدال قطاع خاص حطوا قطاع خدمات. الولاء عشان تتكلم عن خدمة أكثر، لكن ترى مو موجود عندك في المنهج، كان سؤال عام، يعني كان سؤال عام. باقي معنا أقل من دقيقة، إذا حد عنده سؤال أخير ونختم. السؤال الأخير كان يقول من أهمية الخدمات ارتفاع نسبة الخدمات في أو عفوا ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات. المفترض أن تكون ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات. السؤال اللي حطيته أن ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخاص، شيل كلمة القطاع الخاص حط بدالها قطاع الخدمات. تعريف خدمة يكفيك تعريف كفلة، صحيح. اللي سأل عن تعريف خدمة يكفيك تعريف كفلة. طيب الله يعطيكم العافية، انتهى الوقت. نلتقي إن شاء الله بكرة الساعة الرابعة، وراح أتكلم إن شاء الله عن التسجيل. نراكم على خير، أتمنى الجميع تسجيل الخروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.